يلا الآن تدريب. إذا كانت ألف إحداثياتها 4 و 3، باء إحداثياتها 1 و 5، جيم إحداثياتها سالب 2 و سالب 1 و 2، دال إحداثياتها 2 و 0، بينها شكل مربع. طب إيش هو المربع؟ المربع هو شكل ربع، ممكن نثبتها بعدة طرق صراحة. أنا راح أثبته بطريقة واحدة. تتخيل إنه هو عبارة عن بهذا الشكل أسلوبه، يعني مربع ألف باء جيم دال. بعرف إنه هذه الزاوية لازم تكون قائمة، وفي كل ضلعين متقابلين متوازيين. كويس؟ هيك لو أثبتت أول شيء إنه فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين، هاي الاستراتيجية راح أمشي عليها. إذا بكون متوازي أضلاع، بثبت إنه زاوية من زوايا قائمة، بعدين بثبت إنه في ضلعين متجاورين متطابقين. إذا بدك تمشي على ثلاث خطوات. الخطوة الأولى بدنا نثبت أن ألف باء يوازي دال جيم، وفي نفس الوقت بدنا نثبت إنه باء جيم يوازي ألف دال. نثبت أول شيء هذول متوازيين، هيك استراتيجية الحل. طبعا كله عن طريق الميل، كله راح نجيبه عن طريق الميل. رقم اثنين راح نثبت إنه ألف باء عمودي على ألف دال. رقم ثلاث راح أثبت إنه ألف باء بالطول يعني يساوي ألف دال. متى أنا مستخدم هون بدي أستخدم قانون المسافة بين نقطتين. إذا هذه الاستراتيجية راح أمشي عليها حتى أستطيع حل السؤال. إذا هي طويل، راح يكون الحل كثير طويل، لكن مش صعب. يعني أنا مثلا بدي أجيب ميل ألف باء على السريع. لو بدي أجيب ميل ألف باء كيف بدي أجيبه؟ بدي أجيب فرق الصادات على فرق السينات، اللي هو 5 ناقص 3 على 1 ناقص 4، اللي هو 5 ناقص 3 هيك مشيت على 1 ناقص 4. لاحظوا مرة بمشي هيك ومرة بمشي بالعكس، ما بفرق. 5 ناقص 3 فيها 2، 1 ناقص 4 بيطلع سالب 2 على 3. خليني أتركه. يلا بدنا نجيب ميل دال جيم. دال جيم معناته بدك تشتغل على هذول. يلا رح تقول اللي هو فرق الصادات اللي هو 2 على سالب 1 هيك 2 ناقص 0 2 سالب 1 ناقص طلع سالب 3 طلع نفس الميل. اذا متوازيا، وبالمثل انت بتكرر الباقي. الان حتى تثبت التعامد بتطلع، احنا طلعنا ميل مثلا الف باء، خلينا نطلع ميل الف دال مثلا. الف دال، اذا بدك تركز على الف ودال في الحل هالسايات. وين الف وين دال؟ هاي الف وهاي دال. يلا جيب ميل الف دال. فرق الصادات 3 ناقص 0 3 على 4 ناقص 2 2 3 على 2. الآن هذا ميل مين؟ ميل ألف دال. كويس. الآن طلع لي على ميل ألف باء، اضربهم في بعض. 2 على سالب 3 ضرب 3 على 2 طلع جواب سالب 1. هذول متعامدين، إذن هيك احنا ثبتنا انهم متعامدين. ضايل بس شغلي واحدة الأخيرة، اللي هي كيف تثبت انه المستقيمين هذول مالهم لهم نفس الطول. ساعتها شو مضطر اسوي انا في هاي الحالة؟ اجيب طول ألف باء. طول ألف باء اللي هو راح يكون عبارة عن ألف باء راح يكون عبارة عن الجذر التربيعي لي، اذا انذكر القانون، اللي هو فرق السينات الكل تربيع زائد فرق الصادات الكل تربيع. هاي طريقة ممكن اسويها، او ممكن اشتغل اذا ما بعرف هاي الطريقة اشتغل على القطر، اثبت انه القطرين متعامدين. يعني اجيب ميل الف جيم، اذا ما اخذناش هذا القانون لساتنا ممكن نشتغل على شيء ثاني نثبت انه ايش؟ انه القطرين متعامدين، انه الف جيم عمودي على باء دال. ساعتها بدي اجيب ميل الف جيم، بدي اجيب ميل الف باء دال، ونثبت انهم مالهم حاصل ضربهم بيطلع سالب 1. خلينا نحسبها بالله. يلا ألف جيم معناته بدي أركز على ألف وركز على جيم. يلا فرق الصادات 3 ناقص 2 1 على 4 ناقص ناقص 1 5 ضرب. يلا خلينا نجيب ميل باء دال. وين باء وين دال؟ هاي باء وهاي دال. يلا ركز لي عليها. 5 ناقص 0 5 على 1 ناقص 2 سالب 1 اضربهم في بعض بيطلع سالب 1. إذا متعامدين. إذا بهاي الحالة بقدر أقول إنهم إيش؟ انه هذا الشكل فعلا مربع.